طاب ظهركم الاصدقاء الاعزاء والزملاء الاعزاء نستكمل اليوم سلسله الحوارات الافريقيه لعام 2021 والتي شارك في تنظيمها مكتب المستشار الخاص المعني بافريقيا ومفوضيه الاتحاد الافريقي واليونسكو وذلك تحت عنوان الثقافه والهويه والملكيه الافريقيه اعاده تشكيل الذهنيه. الهدف من هذا النقاش وسلسله الحوارات هذا العام تنصب على تشجيع المناصره العالميه لمواضيع الاتحاد الافريقي لعام 2021 والتي كما تعلمون الفنون والثقافه والتراث اذرع تبني افريقيا التي نروم. والان نحن في ب... نحن نناقش الموضوع الثاني المعني بتسخير الثقافة والتراث من أجل التحول الاقتصادي، ومعي أربعة من المحاضرين العظماء اليوم، وسأبدأ بتقديم المحاضرة الأولى هاريت ديكن، وهي باحثة زائرة من جامعة كونفنتري بالمملكة المتحدة، وحاصلة على الزمالة الشرفية من جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا، وهي متخصصة في التراث. المعنوية وقانون الملكية الفكرية وتدربت في مجال التاريخ والعلوم الإنسانية في جامعة كيب تاون وعملت في متحف روبن آيلاند كباحث منسق في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية كما أنها لديها منشورات واسعة في مجال القانون والثقافة بما في ذلك الـ المجله الدوليه للممتلكات الثقافيه والمجله الدوليه للدراسات التراثيه اذا هاريت لعلك تبداين باطلاعنا قليلا على دراساتك في هذه المجالات شكرا جزيلا على هذه التقدمة إنه لمن ال... لمن إنه لشرف لي أن أكون هنا حاضرة أنا حاضرة معكم وكما ذكرت من خلفيتي وبذكرك لمشاربي التعليمية فإنني درست الثقافة والتراث المعنوي و أيضا كنت ميسرة لدى اليونسكو في هذا المدمار ولقد التقيت بالكثير من الناس في جميع أنحاء العالم الذين يوجهون سؤالا دائما هو كيف لنا أن نحقق أرباحا من التراث الثقافي وأن نحمي التراث في الوقت نفسه وبالطبع فإن الحوار عادة ما يتحدث عن تسليع التراث الثقافي ولكن هذه ليس, ليس هذا مربط الفرس فكينيا في الوقت الراهن لديها بالطبع قانون جديد جد مهم وقانون آخر للمعارف التقليدية والمجتمعات المحلية ولقد بدأت في العمل على مشاريع في الهند وكارغستان تنظر في الملكية الفكرية التي تراعي التراث وكذلك الاستراتيجيات التسويقية في هذا الصدد وهذا يساعد بالطبع العاملين في المجال الثقافي ويساعدهم على الانخراط في السوق بطريقة تحمي التراث في الوقت نفسه وكذلك أرزاقهم وهذا هو مصب اهتمامي وهذا هو من اهتمامي في الحقيقة شكرا جزيلا هاريت آه عندما قرأت مليا آه عنك وعما أنجزتيه يبدو أننا تمكنا أنك تمكنت بالفعل من ترعرع داخلك ذلك الاهتمام والسؤال هنا ما هو دور الثقافه وكيف يمكن ان تستخدم الثقافه كذراع للتحول الاقتصادي بابعاد بيئيه واجتماعيه و كيف يمكن ان تدخل الحوكمه كعنصر في ذلك؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال بالطبع المشروع الذي اعمل عليه في الحقيقه كان جد مهم ولعله سيفيد في السياق الافريقي. نحن عينا اربع مسائل رئيسه استخدمناها عند التفكير في التداخل بين القطاعات الثقافيه وبين التحول الاقتصادي. والمساله الاولى بالطبع هي الحوكمه وتمكين العاملين في المجال الثقافية ثانياً: مخزون او مستودع التراث الثقافي بما في ذلك القيم او المعارف او المهارات التي ينطوي عليها هذا التراث. ثالثا السمعه بمعنى كيف نرى نحن ويرى الاخرون هذا التراث؟ واخيرا الابتكار الذي يراعي التراث وانا اظن ان هذه المفاهيم الاربعه في ظل هذه المفاهيم الاربعه من المهم ان نفكر في طريقه التطور او التنميه الاقتصاديه وكيف نربطها بالتنميه البشريه والاجتماعيه في اطار اهداف التنميه المز... استدامة. إذ إن هذا يساعد أيضاً في إبراز أهمية القيمة الاقتصادية للسلع أو للأشياء الثقافية وكيف تربط بالقيمة الثقافية لها. وهذا بالطبع ساعدنا كثيرا في ان نعتمد طريقه شامله جامعه وافية للتفكير في طريقه دمج العاملين في المجال الثقافي في السوق، فاذا ما فكرنا مثلا في الحوكمه والتمكين فالعمل في القطاع الثقافي بالطبع لا يدر الارباح الوفيره وكذلك العاملون في هذا المجال لا يعملون بشكل جماعي لذا يمكن مثلا ان نساعد من خلال مبادئ التجاره المنصفه والعادله والعمل مع في اطار منظمات جماعيه ولقد عملنا من خلال مشروع هي بامز وجدنا أنه من الضروري أن ندرب العاملين في المجال الثقافي على حقوق الملكية الفكرية لا سيما في المجال في ما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية وتطوير نموذج أو أكواد أو مدونات سلوك للتجارة العادلة في هذا المجال الأمر الذي ساعدهم كثيرا ولقد وجدنا أن الفنانين وأن المبدعين عادة ما يجدون أو ما يأخذون هذه الخلفية الثقافية الثقافية كتحصيل حاصل ولا يشرحونها بشكل واف للآخرين ولذا فالتفكير في المقومات الثقافية في جذور التراث ينبغي أن ترتبط بما تعرضه في الأسواق حتى في الثمار التي تعرضها على الناس، فلتفكر مثلا ما هي المهارات الثقافيه والتراثيه التي يمكن ان تربطها بالمنتجات المختلفه، ووجدنا ان المشروع في الحقيقه ساعد العاملين في المجال الثقافي في ان ينتجوا او يخرجوا بمنتجات اكثر اثاره لانهم بداوا يستخدمون اشياء من جذورهم لم يكونوا يلتفتون اليها مثل الاغاني، مثل الموسيقى، مثل غير ذلك من امثله التراث الثقافي التي تستخدم كثيرا لدرجه قد تفقد فيها معناها الحقيقي ولكن عند الالتفات اليه يمكن ان يعاد صياغتها كمنتج حقيقي. ثالثا السمعه: انه من المهم بمكان ان ننظر الى قيمه التراث الثقافي من وجهه نظر المجتمع المحلي وكذلك من وجهه نظر الزبائن او المتلقي لهذا المنتج. وفي مشروع هي بامز وجدنا ان التواصل والتعريف بالقيمه الثقافيه يعد جانبا جدا مهم من السمعه في السوق وهو سبيل ايضا للتمييز بين المه... بين ال... المنتجات الفنية المصنوعة حرفياً بشكل تراثي عن المنتجات التي تنتج بصورة وتنتج إنتاجاً واسع النطاق في الأسواق والتي تباع كتذكرة رخيصة الثمن في السوق بالطبع كان هذا سبيل تغيير المنظور وأن نمهد السبيل للابتكار الذي يراعي التراث ووجدنا في هذا المشروع إن الحديث عن جذور الثقافة والتقاليد بالطبع يساعدنا في And. ننخرط أكثر في المنتجات التراثية ويساعدهم أيضا على إنتاج منتجات جديدة للسوق هذه هي بعض هذه إطلالة على بعض ما يمكن أن نستفيد منه من هذا المشروع شكرا جزيلا سأعود إليك من جديد في الجولة الثانية لكي تطلعين على نوعية السياسات والإجراءات التي تقترحونها والآن باتريك معنا متحدث آخر هو باتريك وهو من أوغندا وهو بالمناسبه موسيقي فهو يؤلف الموسيقى ويعقد الحلقات الدراسيه الموسيقيه وكذلك يجري ابحاث في دور الموسيقى وكذلك قد قام بحفلات كثيره في اماكن كثيره مثل القاهره وهونغ كونغ ولندن ومانيتوبا وواشنطن والسؤال باتريك كيف انتقلت من الموسيقى إلى الثقافة بطبعاً موسيقى ثقافة ولكن كيف تربط بين الموسيقى كثقافة وبين التحول الاقتصادي؟ هل فتحت الميكروفون، باتريك لو سمحت؟ هل تسمعوني الآن؟ نعم نسمعك. في البداية سيدي الميسر شكراً جزيلاً لدعوتي. الى هذه الفعاليه واشكرك ايضا على تيسيرها ويسعدني ان اشارك في هذا الجزء لا سيما وان هذا الموضوع قريب جدا الى قلبي كما اود ان اتوجه بالشكر الى مكتب الامم المتحده او مكتب المستشار الخاص المعني بافريقيا في الامم المتحده بتعاون مع الاتحاد الافريقي واليونسكو لانهم نظموا هذا النقاش المهم وقبل ان اطلعكم على خلفيتي فأنا متأكد من أنكم جميعاً تعلمون عن الحريق الذي شب في جنوب أفريقيا والذي دمر الكثير من الآثار والأعمال الفنية وما كان لذلك من أثر وخيم وما مما أحزن قلوبنا جميعاً في كيب تاون. وبالنسبة لي فأنا ترعرعت في أوغندا في منطقة التلال السبعة في كامبالا. وكما أحب دائما أن أقول فأنا ترعرعت في عالمين اثنين. لأن كان ثمة عالم في أوقات سياسية معينة وعالم آخر تكتنفه الصعوبات الاقتصادية، وكان ثمة عالم آخر ألا وهو عالم الموسيقى. وهو المتنفس. بالنسبه لي في الموسيقى وجدت الدعم الروحاني أه، وجدت الرفاه والعافيه الذهنيه وتمكنت من التركيز ولكنني بدات ايضا اكتسب الرزق من خلال تعليم اله البيانو فالكثير من الاثرياء في افريقيا كما تعلم ولا يخفى عليك بالطبع يحبون احيانا ان يتعلموا أه كيف يعزفون على البيانو ولكنني ايضا كنت اؤدي اداء موسيقيا في عدد من الفعاليات بما في ذلك الكنائس وكما تعرف الموسيقى هي الموسيقى ولكن بالنسبه لي فقد ادركت ان الموسيقى بالطبع هي يمكن ان تستخدم للتحول الاقتصادي والاجتماعي ومذك وتود الترجمه ان تنوه بان جوده الصوت رديئه ولذلك تاتي الترجمه منقوصه نظرا لرداءه الصوت من المصدر. اذا نعود مره اخرى الى الحديث عن دور الثقافه في التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. تفضل. أظن أن من المجالات التي ينبغي علينا أن ننظر فيها، ربما هاريت أو أنت، أن ننظر في مسألة الذهنية وتغيير الذهنيات، وأنا أظن أن نوع هذا الموضوع معني بذلك، فإعادة تشكيل الذهنيات التي تظن أن الموسيقى لن تحقق لك أي شيء، فإن هذا أمر جد مهم. بالطبع الكثير من الشباب يرغبون في المساهمة. ويرغبون أيضاً في تعلم الموسيقى، ولكن عادة ما تسود الذهنية العامة التي تحاول مسارهم نحو الأشياء التقليدية من قبيل أن يتعلم ليصبح محاسباً أو يعمل في المجال المالي. إن أفريقيا ليست فقط النحاس والذهب والمعادن ولكن ماذا عن الابداع ماذا عن التراث ماذا عن ثراء التراث علينا ان نفتح اذهاننا وان نقبل هذا الجزء من افريقيا كجزء من تحول افريقيا والكثير من الشباب لديهم افاق واسعه من الابداع فماذا عن امتصاص كل هذه واستيعاب كل هذا الثراء من اجل تحويل افريقيا شكرا جزيلا وبالطبع يروق لي دائما باتريك تلك التوشجات والتعقيدات التي تتلف فيها عندما تصف هذه السمات في افريقيا وكيف يمكننا ان ننطلق من هذا لصياغه استراتيجيات ومن ثم سانتقل الى المتحدث الثالث الدكتور جورج ابونغو فهو بالطبع معلمه في مجال التراث جورج ابونغو خريج كليه الاثار من جامعه كامبريدج، وهو ايضا مدير متحف القومي في كينيا، وهو من المناصرين الذين اسسوا وهو من المناصرين المؤس... لافريقيا المؤسسين لهذه الدعوه مرة أخرى تكرر الترجمة الصوت رديء جدا من المصدر ولذلك يتعذر أن تأتي الترجمة كاملة. نستأنف. أيضا السيد أبونغو كان عضوا في فريق مراقبة الآثار العالمية في صندوق الآثار العالمية في نيويورك وهو حاليا أستاذ مؤسس للدراسات التراثيه في جامعه موريشيس وهو المستشار الخاص للمدير العام لاي سي سي ار او ام في ايطاليا جورج الموضوع الذي نحن بصدده اليوم في الاتحاد الافريقي وهو الفن والثقافه والتراث والتي ينبغي أن تكون أذرع لأفريقيا التي نروم من مشاربك المتنوعة كيف لنا أن نحقق ذلك شكرا جزيلا جوما بالطبع أتمنى أن يظل الاتصال بالإنترنت قائما لأن الاتصال من جانبي ضعيف جدا ولكنني أردت فقط أولا إذا تحدثت عن خبرتي وخلفيتي فأنا بدأت من متدرب إلى أن وصلت إلى المدير العام للمتاحف القومية في كينيا، وهي مؤسسة يعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وهي تنظر في طيف واسع من الدراسات، من الدراسات الثقافية والدراسات الطبية الحيوية، وبالطبع أنا كتراثي وكأثري، طالما اهتممت بالناس وبالمجتمعات المحليه وبالتراث وبالطبع فان افريقيا تجربتها تجربه جد متشابكه ومتنوعه نظرا ايضا لما رزحنا تحته من استعمار واحتلال ومن ثم فالامور لم تسر على نحو سلس بالنسبه لافريقيا وأنا أظن أن ترعرعي في منظومة متحفية في كينيا قد علمتني الكثير عن التراث وما للتراث من قوة يمكن أن تسهم في المجتمعات المحلية وعندما شهدت فرصة للنهوض بهذا المدمار بالطبع اغتنمتها وبالطبع العمل مع الناس كان أفضل شيء لأنني تعلمت أن لديهم الكثير من الإمكانات وبالأمس كنت أتحدث عن الثقافة والتنمية المستدامة وعندما كنت أستعرض أهداف التنمية المستدامة السبع عشر. أدركت أن الثقافة على الرغم من أنها لم تذكر بنحو خاص تنطبق بشكل مباشر على أحد عشر منها بما في ذلك الشراكة وهو الهدف رقم سبعة عشر بما في ذلك أيضا الفقر وهو الهدف الأول أو القضاء على الفقر هذا بالإضافة إلى المسائل المرتبطة بتسوية النزاعات والسلام كل هذه الأهداف ما من هدف يخلو من بعد ثقافي وتراثي إذا فمن موقعي أتفاعل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية ومن ثم تمكنا من وضع عدد من المشاريع معهم وذلك لبناء التراث مثلما الحال في زنزبار وسيد جمع أنت تعلم ذلك <applause> وتستخدم كل هذه المحافل من جانب المجتمعات المحليه وكذلك نعمل مع هذه المجتمعات كشركاء ثقافيين ومن ثم فانني إذا تتوقف الترجمة نظراً لرداءة الصوت من المصدر. عفواً مرة أخرى تكرر الترجمة تتوقف نظراً لرداءة الصوت من المصدر وتعذر متابعة النص مع سوء الصوت الوارد من المصدر. عفواً. But heritage also as a, a powerful tool for development um, so in short, my background basically has been to learn from the communities and work with them Th thank you very much george because you have uh, you have uh, really read my mind because uh, i i wanted also to ask you a second question maybe i can put it so you can expand a little bit That uh, what are the best practice and lesson learned in promoting اذا ما هي الدروس المستفاده فيما يتعلق بالخروج بحلول محليه لتحديات اهداف التنميه المستدامه هل يمكن ان تشاركنا ببعض الحلول العمليه I'm, I'm. not sure if George listened. I mean, he has. But we'll come back to. We'll come back to that point because he has. He had already started to discuss that. You know, the learning from local solution, and uh, it's good here that people. they you know our. People who were listening to us they really they could see some typical solution that he is developing in zanzibar in, in kenya when it comes to innovation and approach of sdg as he say that we have to we have to hear from those local people now i'll go to the fourth uh, panelist dr ismail dr ismail is a, is a a PhD holder in, the, um, in uh, um, ethnology, geography, and Islamic study from uh, Beirut University, Federal Republic of uh, from Beirut, University, Federal Republic of German. Since 2007, he has been a director of uh, General General of House of Heritage, and the Training Center, Khartoum. And uh, he is also a philat, art, culture, media, promotion, and documentation. Dr. Fila is a member of various boards, including Sudan National Council for Heritage and Language Development. Evaluation of Arab, he is also part of evaluation of Arab heritage prizes established by Arab League of Education. Hello, yes. Yes, I now I can hear you. Please, Dr. Smile, if you if you hear me, if you heard me, can you just start it as I said to give us just a little bit of background of your. هلا بدات باعطائنا نبذه عن دراستك وما علاقة الثقافة بالتنمية؟ ونود أن نوجه بعد ذلك إليك سؤالاً محدداً خاص بالمؤسسات. حسناً، شكراً جزيلاً. شكرا للاتحاد الافريقي ولليونسكو على تنظيم هذا الاجتماع. والشكر موصول اليكم بالطبع ايها الزملاء. انا درست في السودان وفي مصر. درست علم الاجتماع وعلم الانسانيات وعلم التراث الشعبي. ومن ثم اتممت دراستي في المانيا في جامعه بايرويث. واتممت رسالتي للدكتوراه في مجال العلوم العرقيه والجغرافيا والدراسات الاسلاميه، عملت في السودان في مركز ابحاث التراث والفنون الشعبيه حتى عام 1985. وفي اثناء الحكم العسكري في السودان ثم عدت الآن إلى السودان وأقمت دار التراث كما أعمل كميسر تماما مثل زميلة هاريت في لدى اليونسكو وإبان السنوات الأربعة الماضية أبلينا بلاء حسنا هنا في السودان إذ أنني يسرت بالطبع العمل في عدد من البلدان الاخرى مثل مصر والاردن ودول الخليج والمملكه العربيه السعوديه. وفي اثناء الاعوام الاربعه الماضيه عملت في السودان. وتمكنا من تدريب ما 200 ونيف من الشباب في مجال التراث والمشاركه المجتمعيه. وكذلك إعداد القوائم وترشيح بعض العناصر لقائمة اليونسكو وكان بلاء حسنا حقا وتمكنا من للمرة الأولى من وضع استراتيجية وسياسة سودانية للحفاظ على التراث الثقافي ثم تداخل في الأصوات فتنقطع ترجمة ريثما يذهب هذا التداخل And because now Sudan, you know, is facing uh, many, many difficulties. So the role of culture and heritage is very important. For us. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل أردت أن أوجه إليك سؤالا محددا بالطبع نحن نقول دائما إن المؤسسات القوية والجامعة والناجعة على المستويات كافة محورية بل وإنها ممكنة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فكيف لثقافة أن تسهم في بناء مؤسسات على هذا المستوى مؤسسات مستجيبة وتلبي احتياجات المواطنين لا سيما أولئك الأكثر استضعافا وبالطبع انا هنا اتحدث ايضا عن الوضع في السودان نعم كما تعلم فان السودان اسوه ببلدان اخرى في المنطقه قد مر بصعوبات في اثناء العقود الاربعه الماضيه لا سيما بسبب الجفاف <applause> الذي حل علينا في الثمانينيات والتسعينيات وبدأ الكثير في الهجرة في هجرة الديار وهجرة الموطن الأصلي إلى العاصمة الخرطوم والمدن الكبرى هذا بالإضافة إلى من نزحوا من دول مجاورة الآلاف قد هاجروا إلى السودان ومنذ عام 1990 كانت لدينا حكومات سيئة في السودان أو تناوبت حكومات سيئة على السودان اذ انهم لم يحترموا التنوع او حقوق الانسان في اثناء هذه الفترات، الامر الذي ادى الى حرب اهليه في جنوب السودان وفي دارفور وفي كردفان وفي جنوب كردفان والنيل الازرق على الحدود مع اثيوبيا في كل هذه المناطق التي شهدت حربا اهليه والكثيرون بداوا ايضا في الهجره الى العاصمه والى اماكن اخرى في السودان، والان فان العقبة الكؤود التي نواجهها وانقطع الصوت من جانب الدكتور إسماعيل ربما نعود مرة أخرى لدكتور إسماعيل لاحقا لأننا لا نسمعه الآن سنعود اليك دكتور اسماعيل ولكن الان اود أن, ان نعطي فكره اكثر عموميه و للتعبير عن التغيير والمساله او المناحي السياساتيه في هذا الموضوع اعود لهاريت وفي المثال الذي تحدثت عنه عند حديثك عن هيبامس وضعتم بالفعل بعض السياسات الاستراتيجية واتخذتم بعض الإجراءات، ما هي الممارسة الأفضل في تعزيز مساهمة التراث الثقافي من أجل خلق مناخ أفضل للتنمية المستدامة؟ استنادا الى تجربه افريقيا ولكن كذلك في خبراتك العمل مع الدول الاخرى خارج افريقيا في تنفيذ خطه 2030 ولكن كذلك خطه او جدول اعمال 2063 التابعه للاتحاد الافريقي. شكرا جزيلا محمد. اود ان اعود لما قال جورج سابقا وما قال باتريك كذلك عند الحديث عن بعض التغير في نمط السلوك وهناك بالفعل تغيرات يجب ان نستمر في تشجيعها في الفضاء السياسي او السياساتي الافريقي. المساله الاولى هي يجب ان نفكر في قيمه وكيفيه الاحتفاء بقيمه التراث الثقافي الافريقي على المستوى المحلي وكذلك كيف ندعو لذلك ونعكس ذلك على المستوى الدولي. جورج قال هناك طبعا التاريخ الاستعماري في افريقيا والذي تجاهل تماما الثقافه الافريقيه واحيانا حتى جرمها بموجب القانون واصبحت غير شرعيه. حتى اليوم نرى الموارد الحكوميه التي لا تذهب الا قليلا للثقافه وافريقيا ما زالت تستورد معظم ما تحتاجه يجب أن نفكر في الثقافة الإفريقية بوصفها قوة ناعمة والعديد من الدول تقوم بذلك هي قوة ناعمة للقارة ككل ويجب أن بعد ذلك أن نرى كيف يمكن أن تساهم البلدان المختلفة والمناطق المختلفة في إفريقيا في استخدام هذه القوى الناعمة في دائرة الثقافة هناك رابط قوي مع التنمية المستدامة وهنا أعود لما كان يكون يقول الآخرين يجب أن أن ننظر إليها كمورد للتنمية إذا ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن نتخذها وما هي الإجراءات أعتقد أن فكرة تعزيز التجاره العادله في مجال الثقافه هي فكره في منتهى الاهميه للمصنوعات الثقافيه يجب ان نستثمر في من يعملون في مجال الثقافه نرى ذلك في مثال حي في الهند هناك تطوير ودعوه للثقافه وتسويق الثقافه هو امر ثابت في هذا البلد ويستفيد منه الفنانون والمبتكرون واعتقد ان السياسات على المستوى الوطني في افريقيا او على المستوى المحلي يمكن كذلك ان تساهم في حمايه الفنانين من الاستغلال ومن ان تذهب اعمالهم سدى او يستفيد منها الاخرون على سبيل المثال في كينيا ادخلنا قانونا جديدا واعتقد ان جنوب افريقيا وزامبيا كذلك لحمايه المعارف التقليديه والفنون التقليديه ولكن المجتمعات المحليه ربما لا تستفيد من هذه القوانين، كيف اذا يمكننا ان نتاكد من تطبيق هذه القوانين على المستوى المحلي على مستوى المجتمعات المحليه لحمايه الفنانين على المستوى المحلي. من الناحيه السياساتيه يجب كذلك ان نعطي اهميه اكبر للاخلاقيات وان تكون التجاره اخلاقيه وهذا يجب ان يتم في اطار اتفاقات التجاره الحره وان تدرج هذه الافكار في المقاربات الافريقيه للتجاره لدي نقطه يمكن ان اضيفها ان سمحت لي ما وجدنا في مشروع هاي بامس هو انه لم يكن كافيا لدعم العاملين في مجال الثقافه والفنون ومساعدتهم على انشاء جمعيات تعاونيه او رابطات لهم قطاع الثقافه مفصل الى حد كبير ويحتاج كذلك إلى تدخلات مفصلة على قد الخدمات المتنوعة التي يقدمها هذا القطاع خاصة في وقت الجائحة كما رأينا مساعدة الفنانين على الانتقال إلى الإنترنت وأن يزيد نشاطهم على الإنترنت وأن يشاركوا في هذه الثورة الجديدة التكنولوجية الجديدة للوصول للمتلقين منهم أعتقد أن هذه نقطة في منتهى الأهمية بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن التراث الثقافي يجب أن يلعب دورا أكبر في إبراز القارة وأن يكون وسما ورمزا يميزها هناك ثراء كبير في إفريقيا ولكننا لا نعكس ذلك ولا نوصله إلى المستوى الدولي نحتاج لاستراتيجيات أكثر شمولا لنقل هذه الرسالة وإبراز هذا الرمز على المستوى الدولي و ليس فقط بالنسبه للسوق الدولي ولكن كذلك للسوق المحلي حتى يكون هناك وصول اكبر للاسواق للفنانين الافارقه باتريك ان سالتك نفس السؤال ما هي الممارسات الفضله التي يمكن ان تزيد من مساهمه الثقافه في خلق المناخ الملائم لتنفيذ جدول اعمال 2063 افريقيا التي نريد طبعا التعليم مهم جدا في مجال الفنون وأمي كانت مدرسة وعملت في هذا المجال لسنوات وسنوات وأعتقد أن نيلسون مانديلا هو الذي قال أن التعليم هو إحدى أهم الأدوات وأقواها لتغيير العالم كما قال نيلسون مانديلا مسألة التعليم في منتهى الأهمية لأنها هي الأساس والآن سترون في إفريقيا أنهم يعززون التعليم في مجال العلوم والرياضيات والهندسه ولكن هل هناك فضاء كاف للفنون ان افترضنا انها ليس لها مكان في التعليم يمكننا ان نعمل على ذلك نود ان يترجم ذلك الى الوصول للمجتمعات المحليه وان يربط بحياه الناس بالفعل وأن نعطي مساحة في التعليم للابتكار والفنون، وأعتقد أن الابتكار ستأتي من تعليم الفنون. إذاً لن نقول للطلبة لا تتعلموا الموسيقى ولا الفنون لأنها ليس لها مستقبل ولا تدر دخلاً. لا يجب أبداً أن تصل هذه الرسالة. لنتخيل معاً إن السودان وكينيا إن كان هناك شرط للتخرج هو الحصول على بعض المواد الدراسيه الخاصه بالفنون كيف سيكون الامر التعليم لا يجب ابدا ان يترجم فقط الى وسيله لكسب المال ولكن هناك امور اكبر من ذلك عندما ننظر للقدرات البشريه هناك امور نقوم بها بغض النظر عما اذا كانت تدر دخلا ام لا اذا عندما يقال الموسيقى والكتابه لا تدر دخلا كافيا وليس بها أموال هذا أمر يؤدي للتأثير على مكانها في التعليم هذا أمر يجب أن يتغير كيف يمكن للفنون أن نصبح أكثر ابتكارا فيها وكيف يمكن أن نستغلها لأسباب اقتصادية هذا أمر يبدأ بالتعليم حتى مسألة اللغات والتي تحدثنا عنها كثيرا كنا نضرب عندما كنا صغارا لاننا كنا نتحدث بلغاتنا المحليه الاصليه. ولكننا تعلمنا بعد ذلك ان كلما تعدلت اللغات التي نتعلمها فان ذلك يضيف لنا معارف وخبرات وذلك افضل حتى للمخ البشري او للعقل البشري. اذا التعليم وكذلك العلامه التجاريه كما قالت زميلتي حتى يتعلم العالم عما يحدث في افريقيا. وطبعا هناك مشكله التمويل. وفرص التمويل ليست متساويه حتى هنا في الولايات المتحده، المساله تتعلق بالقيمه التي تؤثر على التكلفه والتمويل. اذا كيف نقوم بذلك في افريقيا؟ هاريت تحدثت عن هذا الموضوع. و لي في البنك الدولي يتحدث عن الاستثمار الاجنبي المباشر. يجب ان نستفيد في ذلك في الفنون الافريقيه. المشكله كانت كيف سنقوم بذلك؟ كيف نمول هذا؟ ولكن يمكننا ان نستخدم الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الفنون المخصص للفنون. لمحاولة الاستفادة في ذلك في متاحفنا، واعتقد ان جورج يمكن ان يخبرنا كيف يحصل على التمويل لعمله. وكيف يتم ذلك في البلدان الاخرى في جنوب افريقيا على سبيل المثال. كيف يمكن ان نتاكد من الحصول على التمويل؟ وختاما مساله الملكيه الفكريه. في الابحاث هناك اموال كثيره تفقد كنتيجه للقرصنه وهذا موضوع واسع ولكن ان وضعنا اطارا على سبيل المثال يمكننا ان نؤيد او نعزز به المؤسسات لمكافحه هذه المساله القرصنه وحمايه الملكيه الفكريه سيكون ذلك له اثر محمود شكرا جزيلا واعود للمتحدث التالي كيف يمكن ان ما هي الممارسة الفضلة التي يمكن أن نبدأ بها الآن حتى يساهم تساهم الثقافة بشكل عام في تحقيق رؤيتنا للتنمية المستدامة وخاصة جدول عمل 2063 أعتقد أن الميكروفون مغلق لجورج أقول مرة أخرى انني من كبار المقتنعين بالعمل على القاعده العريضه والعمل في في الميدان والتعامل مع المجتمعات المحليه وبالنسبه لافريقيا هذا امر له خصوصيه لاننا نعيش هذه الثقافه ونتنفسها وليس امرا نتحدث عنه فقط خارج حياتنا ولكننا نمارسه بشكل يومي المشكله مع صناع السياسات هي انهم لا يستمعون الينا لا يستمعون او بالكاد الثقافه هي شيء ترسخ وتاسس وبني على مر سنوات واجيال وهو موجود بالفعل في هذه المجتمعات المحليه وان اهتممنا بذلك وان استمعنا لصوت ممثلي الثقافة يمكننا أن نحقق الكثير ولكن هناك عدة مشاكل يجب أن نأخذها في الاعتبار أولا التحديد أو الهوية يجب, يجب أن نذهب إلى المجتمعات المحلية وأن نحدد ما هي الثروات التي تمتلكها النقطة الثانية هي الإقرار والاعتراف يجب أن نعترف بهذه الثقافة وبهذه المعارف المحلية وبعد ذلك الدعم نقدم لهم الدعم حتى نعظم ما لديهم. حتى نغير بالفعل من او نعيد تشكيل الاذهان، هذا يتطلب نموذجا جديدا تماما على مستوى المجتمعات المحليه، ان نتخلص من الاستعمار بشكل كامل. الطريقه التي ربينا بها ونشانا بها حتى لغاتنا الاصليه ليس معترفا بها. كنا نتحدثها كنا نتحدثها في الخفاء، يجب ان نتخلص من الاستعمار في عقولنا وان نتخلص من بقايا الاستعمار في عمليه التعليم والممارسات التي ما زالت سائله عندنا وان نغير الطريقه التي نقوم بها بالامور، ولن نفلح في ذلك الا ان تواصلنا مع المجتمعات المحليه، والاستماع هو هو الخطوه الاولى. مساله الاهداف التنميه المستدامه، ما هي المشاكل الاساسيه؟ البيئه، من ضمن الامور الاساسيه. في افريقيا الثقافه كانت دائما حاميه للبيئه وداعمه للبيئه، واعطيكم مثالا. هناك موقع اثري تاريخي اسمه كايس وهي غابه مقدسه، كانت تقوم على ادارتها المجتمعات المحليه القاطنه هناك، وهو جزء من مشروعين تم ادراجهما في قائمه التراث العالمي لليونسكو. وهي أماكن قليلة قائمة قصيرة جدا من الأماكن لماذا وصلت هذه الغابة لهذه القيمة لأن المجتمع المحلي كان دائما يقدر البيئة ويحميها ويستخدم الموارد بشكل جيد هذا المكان تمت حمايته بمعرفة السكان إذا عندما نتحدث عن حماية البيئة وأهداف التنمية المستدامة بينما تُغفل الشعوب التي تعيش في هذه الأماكن الأصلية كيف يستقيم هذا الأمر؟ مسألة التغير المناخي التغير المناخي هناك أماكن عديدة في أفريقيا المجتمعات فيها كانت دائما تكافح او تتقاتل على الموارد الاماكن الجافه او الاماكن الصحراويه وشبه الصحراويه في السودان وفي الصومال وفي شمال كينيا وفي الصحراء ولكن حتى اثناء هذا الكفاح وضعوا نظم تقليديه للسلام والتعايش وتسويه النزاعات بشكل سلمي ولكننا لا نستفيد من ذلك التغير المناخي سيؤدي الى مشاكل عديده ان لم نعالج هذه الامور بغض النظر عن المشاكل التي ستضر البيئه والاستدامه ولكنه سيؤدي الى النزاعات ان عدنا الى المجتمعات هل يمكن ان نتعلم منهم المعارف التقليديه والمنظومات التقليديه لتسويه النزاعات وان يكون ذلك جزء من سياسه حكوميه رسميه موثقه لتستخدم لتسويه النزاعات في المواقف التي يمكن ان او النزاعات التي يمكن ان تنشا بسبب تغير المناخ الذي يؤثر عليهم. والمتاحف الوطنيه عملت على هذا ونشرنا كتبا حول تسويه النزاعات التقليديه بشكل تقليدي. اما المساله الثالثه هي تخطيط المدن والتحضر. في تنزانيا وفي زنزبار التي اتيت منها انت مسؤول عن تخطيط المدن وأنا في كينيا كذلك شاركت في تخطيط بعض المواقع ولكن عندما نقوم بذلك بتخطيط المدن بشكل صحيح يجب أن نضيف أشياء هناك منظومة المعارف التقليدية الهندسية الهندسة التقليدية التاريخية الطريقة التي كانوا يبنون بها وينتجون بها المصنوعات الفنية وما إلى ذلك كادت تختفي وعلى هذا، المتاحف الوطنية، بمساعدة الحكومة (حكومة كينيا)، وضعت سياسة توصي بإنشاء مدرسة للتدريب لإعادة إحياء الثقافة السواحلية واصبحت هذه المدرسه المدرسه احدى انجح المدارس بم... وشارك فيها الاتحاد الاوروبي ومنظمات دوليه والبرنامج الامائي للامم المتحده ومنظمه العمل الدوليه وعبر هذه المدرسه تمكنا من احياء هذه الثقافه والتدريب تدريب الشباب على الفنون وعلى البناء وامور اخرى كثيره انتقل بعد ذلك هؤلاء الشباب خريجي هذه المدرسه واصبحوا اصحاب اعمال في الاماكن التي يقتنون بها ويقومون باعاده تاهيل المنازل في المناطق في هذه المناطق هذا جزء من الاستدامه التي نتحدث عنها التنميه المستدامه نقطه اخرى بسرعه مساله المعارف التقليديه في جنوب افريقيا. هناك منظومه كامله للمعارف للنباتات الطبيه. يجب ان نعمل مع المجتمع المحلي لاستخدام هذه المعارف، تعلمون مدى قيمه هذه النباتات الطبيه. نتحدث عن ذلك ولكن لا نتحدث عن المجتمعات التي تمتلك هذه المعرفه، هذه معارف قديمه جدا. ترسخت عبر السنين واستخدمت كمورد من الموارد و كانت كانت هناك مرحلة طويلة من الكفاح في جنوب افريقيا حتى يعترف بهذه المعارف. هذا هو نوع الاجراءات الذي نحتاجه، يجب على الحكومات ان تستمع الى المجتمعات المحلية والاستفادة لما لديها من المعارف التقليدية التاريخية ومحاولة مساعدتهم ولكن دون استعلاء. ولكن بسبب هذه العقلية، العقلية الاستعمارية يجب ان نتخلص من ذلك اولا. وان نعترف بان في القرى وفي كل مكان وفي كل منزل لدينا الموارد الكافيه التي تكفينا وهناك خبره تاريخيه مارسناها في الماضي يجب الان ان نحشد هذه المعارف وهذه الموارد من اجل تحويل المجتمعات بالفعل وتحقيق التنميه المستدامه اذا كما قلت يجب ان نبدا بالاستماع والاقرار والدعم وبعد ذلك وضع السياسات لتنميه هذا الموضوع. شكرا جزيلا. دكتور اسماعيل الان بخبرتك في موضوع المؤسسه وكيفيه اطفاء الوضع المؤسسي، ما هي افضل الممارسات من اجل تعزيز مساهمه الثقافه في خلق مناخ ملائم للتنميه المستدامه طبقا لخبراتكم وطبعا في نفس الوقت تنفيذ جدول اعمال 2063 للاتحاد الافريقي. دكتور اسماعيل اعتقد ان الميكروفون مغلق هل لك ان تشغل الميكروفون؟ ما زلنا لا نسمع دكتور اسماعيل اعتقد ان الميكروفون ما زال مغلقا ليس بعد ما زلنا لا نسمع أتفق مع زملائي فيما قالوه خاصة حول المسائل المسائل التي أثرت كثيرا على الاقتصاد في إفريقيا الجفاف وانتقال الناس والنزوح وكذلك النزاعات التي نشأت بين مجموعات مختلفة كنتيجة لهذه الظروف الصعبة والآن نعمل بكل جد على التراث الملموس او وغير الملموس والذي له قيمه كبيره في استقرار السلام والتسامح بين المجموعات المختلفه من البشر و كافيه وصولهم الى اتفاق فيما بينهم للتعايش المشترك ولكن الان في السودان هناك مشكله اضافيه خلال السنوات الماضيه هناك نسبه عاليه جدا من البطاله في الشباب بين الشباب و التراث الثقافي يمكن ان يلعب دورا كبيرا في هذا الصدد، نحن نعمل في هذا المجال الان الصناعات الثقافيه والابتكاريه الخلاقه ونعتقد انه بسبب ان هذا المشروع يمكن ان يفيد كذلك من يعيشون في المناطق الريفيه بشكل خاص. نعمل كذلك على وضع نظام للاستفادة بالادوية التقليدية او العلاج التقليدي والمعارف التقليدية في مجال الادوية نعمل مع على هذا في السودان ونعمل كذلك على مسألة الملكية الفكرية لهذه المنتجات لبعض المجموعات من السكان. ونحن مهتمون كذلك بالقطاع التقليدي المزارعون والرعاه التقليديون. والذين احيانا يستغلون من سكان المدن في اخر احصاء وجدنا ان من يعملون في الصمغ العربي وهو مورد كبير المزارعون لا يحصلون الا على 15% فقط من الدخل الذي تدره هذه التجاره الكبيره، و85% يذهب الى الشركات في الخرطوم وفي الخارج، اذا نعمل على هذا ونعمل على اصلاح هذا الوضع. الان كذلك في السودان بعد الثوره نعمل بجد على مساله التراث الثقافي غير الملموس. ونعمل في ذلك مع قطاع السياحه والثقافه ونجري دراسات في هذا الصدد طبعا انا اتطلع لان تقوم الشعوب في كينيا واوغندا وجنوب افريقيا والسودان ونيجيريا كذلك قاموا بامور جيده جدا في مجال الاحتفاظ والدراسات الثقافيه والتي تخص التراث والاستثمار في هذا المجال اذا نحن بدورنا نود كذلك ان نتعلم من خبرات الدول الافريقيه المختلفه في هذا المجال ونتطلع للتعاون وتعزيز التعاون بين الدول الافريقيه في هذا المجال شكرا جزيلا دكتور اسماعيل واعتقد اننا انتهينا الان او وصلنا الى نهاية الوقت المخصص لنا وأود أن أشكركم شكرا جزيلا الدكتورة أستاذة هاري ديكن والسيد باتريك جاباندا والسيد جورج أبونجو والدكتور إسماعيل وخرجت منكم برسائل في منتهى الأهمية ولكن أهم رسالة على الإطلاق هي المستوى المحلي يجب أن نذهب إلى المستوى المحلي وإلى المجتمعات المحلية لديها معارف يجب أن نستمع إليها ويجب أن نعزز من قيمتها ان لم نقدر هذه القيمه المحليه والثقافه المحليه لن نذهب ابدا الى اي مكان ولكن كذلك الحكم والاداره مساله في منتهى الاهميه يجب ان ندير هذه الامور كما قال جورج يجب ان نستمع ويجب ان نغير من نعيد تشكيل الاذهان وان نخرج من العقليه الاستعماريه تماما اذا المجتمع المحلي والقيمه والاستماع والابتكار والاداره هي الامور التي خرجت بها من هذا اللقاء شكرا جزيلا واودعكم تعتبر الثقافة واحدا من المقومات المهمة لاستعادة اقتصادنا وإحيائه هذا المثل الأفريقي يلخص الحوار الذي سنبدأه طاب صباحكم طاب ظهركم وطاب مساءكم السيدات والسادة أنا دودي هو ها هنا من وحدة أفريقيا في اليونسكو بمركز التراث العالمي باليونسكو منذ عام 2018 أعمل بفعالية ك محرك لحماية التراث العالمي الأفريقي ولسيما المواقع التراثية في أفريقيا وكمحرك وكقاطرة للتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة أولا فكرة الوحدة الثقافية وكذلك إسناد التراث والتاريخ جد مهم ثانيا الوحدة الاقتصادية التي تنطوي على استغلال حقيقي للتنوع الثقافي والطبيعي بطريقه مستدامه ثالثا الوحده السياسيه التي ينبغي ان ينبثق منها ديمقراطيه حقيقيه تدافع عن حقوق الانسان وتكافح الفساد ولكن ان مبادره النهضه الافريقيه لا يمكن ان تتحقق بالكامل بدون عقيده راسخه على كل افريقي ان يعتنقها وهي تقدير الذات والثقه في إطلاق الإمكانات الثقافية والاجتماعية في القارة وهذا أمر جد مهم لكي نفهم ونستغل الطاقات الفذة والفريدة لتراثنا وإذ دشنا هذه السلسلة للحوارات الأفريقية في عام 2018 من خلال مكتب المستشاري الخاص المعني بأفريقيا يركز تركز هذه السلسلة بشكل سنوي على القضايا الأفريقية التي تأتي متسقة مع المواضيع التي يطرحها الاتحاد الأفريقي وهذا العام في عشرين واحد وعشرين اختار الاتحاد الأفريقي موضوع الفنون والثقافة والتراث الأذرع لبناء أفريقيا التي نروم كموضوع لهذا العام والذي يركز على توطيد التراث الفني والثقافي الأفريقي والعمل على استدامته كقوه دافعه محركه للقاره للاسف الشديد وبالطبع كان لذلك اثار اقتصاديه كبيره واجتماعيه ايضا على القاره وبالتوازي مع الازمه الصحيه فثمة مشاكل اخرى انتخابيه وامنيه ومشاكل مرتبطه بالارهاب والنزاعات والمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه المستمره والتي تشكل معاول اضافيه تضاف الى قائمه طويله بالمعوقات التي تحول دون اطلاق الطاقات الكامنه الثقافيه الكامنه وموضوع اليوم وهو راس المال البشري الثقافه و التراث واطلاق الطاقات هو امر جد معقد ومن المفترض ان ننظر فيه من جوانب عده التاريخ وعلوم الانسان وعلم الاجتماع والاقتصاد ولكي ولك يصاحبني اربعه من الخبراء الافارقه في مجال الثقافه الافريقيه بما في ذلك البروفيسور شادريك تشيريكور وهو من زيمبابوي تخرج من حاصل على ماجستير في الدراسات الأثرية ودرجة الدكتوراه في الآثار أيضا من جامعة لندن. وهو بروفيسور في قسم الآثار بجامعة كيب تاون. كما انه مدير لمرفقين بحثيين وهما المركز التراثي الافريقي والمركز البحثي للمعامل التراثيه الافريقيه علاوه على ذلك فهو ايضا زميل شرفي في كامبريدج مرحبا بك سؤالي الأول إليك أستاذي كما يلي تزخر أفريقيا برأس مال بشري وبثقافات شتى يمكن أن تسهم في التنمية المستدامة والنمو ولكن القارة تكافح بل وتعاني لإطلاق تلك الطاقات الفادة بناء على مشاربك المتنوعة وخبرتك وتجربتك ما هي الأسباب الجذرية التاريخية لذلك شكرا جزيلا لاستضافتي ثمة عنصران رئيسان العنصر الأول بالطبع هو الاستعمار والعنصر الثاني هو إرث الاستعمار وذلك في أفريقيا بعد أن نالت استقلالها طبعا الاستعمار منظومة قد صممت لاستغلال أفريقيا ونهبها صممت ل ضرب الثقة الأفريقية وضرب ثقة الأفارقة في أنفسهم في مقتل إذا لكي ترى أفريقيا نفسها دائما على أنها متخلفة وبعيدة عن أي ابتكار أو أي مكان للموارد فهذه هي الصوره الذهنيه التي رسمت ابان الاستعمار لذلك فان ثله من الافارقه الذين تدربوا كجيولوجيين وثله اخرى ممن تدربوا ككتبه او كموظفين يجدون ان الاقتصاد يدور حول اماكن مثل ليجس وجوهانسبرغ ونيروبي بحيث تشحن كل المواد الخام الى اوروبا او امريكا وعندما حصلت افريقيا على استقلالها ورثت هذه المنظومه وبالطبع التي لم يكن الهدف منها ابدا ان تعود بالخير على افريقيا او الافارقه فمنظومه التعليم نفسها نفسها قد صممت لدعم المشروع الاستعماري ولم تعدل ابدا ونتيجه لذلك لدينا نظام تعليمي نفتقر فيه الى المهارات، لدينا مثلا تراث مذهل، تراث ثقافي وطبيعي مذهل، ولكن في نهايه المطاف لا يمكننا ان ندير شركات بازغه جديده بنجاح تستند الى التراث، يمكن ان تتدرب في مجال او تدرس في مجال الفنون، ولكن لا تعرف كيف تدير الميزانيه، كيف تمول مشروعك. بمعنى انك لا تستطيع ان تخلق اي فرص من خلال هذا التراث او هذه الثقافه هذا من الاسباب الرئيسه التي تحول دون استغلال الافارقه لمنافعهم ولخيراتهم الثقافيه ولتراثهم الطبيعي الاستغلال الامثل النظام الراهن لا يخدم افريقيا وبالطبع عصر ما بعد الاستعمار لا يزال يرزح تحت نير الاستعمار الفكري فالارث التاريخي الاستعماري لا يزال سيفا مسلطا علينا في هذه القاره مما يعوق اطلاق طاقاتنا شكرا شكرا جزيلا بروفيسور على هذا التحليل العميق جدا وفي هذا السياق هل لك ان تطلعنا اكثر على دور التعليم في تغيير هذه الرؤيه او هذه الذهنيه السلبيه عن الثقافات الافريقيه لكي نحولها الى ذراع لبناء تنمية المستدامه اولا ما ينبغي ان نفعله هو ان نغير ذهنيتنا نغير طريقه تفكيرنا بالطبع كن نحن دأبنا على تكرار الشيء نفسه مرارا وتكرارا ونحصل على نتيجة واحدة ألا وهي أن أفريقيا لا تستطيع أن تصل إلى الازدهار الذي تتطلع إليه غانا على سبيل المثال كان البلد الأفريقي الأول كما تعلم الذي حصل على استقلاله أليس كذلك؟ ولكن لم يتمكن أبدا من نيل الازدهار الأمر نفسه ينطبق على نيجيريا إذا المساله ليست منوطه بافتقار الافارقه للقدرات والمهارات اللازمه لاننا نرى الكثير من الافارقه وقد تسنموا قمه الكثير من الوزارات ومن المؤسسات اذا فهم لديهم القدرات ولكن المساله تكمن في ايجاد حلول وفي استحداث منظومه تعليميه جديده وألا نقتصر فقط على الحديث والكلام ولكن ينبغي أن يكون المنظومة التعليمية جامعة ومتكاملة ومنسقة بحيث بدلا من أن نرى المشاكل في أفريقيا نرى بدلا منها الفرص وننظر في كيفية استغلال تلك الفرص بما يعود بالخير على أفريقيا شكرا جزيلا بروفيسور والآن يشرفني أن أرحب بثاني متحدث بروفيسور اولا اودوكو وهي مهندسة معمارية أفريقية بريطانية تتقلد منصبا في أو كانت رئيسا لقسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسه في مانشستر في 2017 كما انها ايضا عضو في المعهد النيجيري لمهندس، للمهندسين المعماريين وكذلك المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين وهي تركز على تاريخ الهيك التعليمية في افريقيا هذا بالاضافه الي المسائل المعاصره المتعلقه بالبنى التحتيه الاجتماعيه وكذلك المجتمعات الاقليات في المدن المختلفه هذا بالاضافه الي انها درست ايضا التصميم البيئي شكرا دعيني ابدا بمقوله ساقتبسها منك انت، انت قلت ان تقاسم المعلومات وعرض التراث المعنوي الافريقي له ابلغ الاثر على حوار الثقافه والتنميه في افريقيا، انتهى الاقتباس، بالنسبه لك سيدتي ما هو الاثر الحقيقي للطرق التقليديه لترويج وتقاسم المعلومات حول التراث الافريقي في عالمنا وواقعنا اليوم شكرا شكرا جزيلا على دعوتكم الكريمه انا قلت ذلك فقط لكي اشحذ القريحه آه، ولكن ما اقوله بالطبع جميعنا يفهم آه، تراثنا وكثير منا قد تعلمنا تاريخنا الأول عندما كنا نجلس عند أقدام أجدادنا نستمع إلى الحكايات الشخص ذلك الشخص الذكي في القرية عندما يتحدث إليك بدأنا الآن ننساه ولكن هذا هو هذا هو لب الطريقة التقليدية في التعلم العلاقات التقليدية وعلاقاتنا من خلال تاريخنا وما نجده الآن لسيما إذا ما نظرنا في البيئة المبنية حولنا فلقد بنينا أكثر من ألف متحف ولكن في الحقيقه ما كل ما نحتاجه هو, هو ذلك الرابط هو ذلك العروه الوثقه التي تمكننا من الارتباط وجدانيا بتاريخنا المنطوق وكذلك فهم الثقافه وكيف ننقل ذلك الى اطفالنا وطلابنا اذا عندما أعمل في أفريقيا غالبا ما أذهب إلى المدارس وبالطبع أذهب إلى الجامعات أيضا لكي أتحدث إلى الطلبة ولكن في الوقت نفسه فإنني أشرك أولئك الذين يعرفون تماما تاريخ الأماكن التي نتحدث عنها على سبيل المثال في غانا في جيمس تاون وهو حي تاريخي قد أقيم في العهد الفيكتوري ولكن تمت اناس هناك ممن يتذكرون اباءهم ويتذكرون كيف كانت الحياه في الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي وذلك قبل ان تنال غانا استقلالها والان يمكنني ان ارسل الطلبه واقول لو اكلفهم بقراءه الكثير من الكتب في المكتبه ولكن في الوقت نفسه ايضا يمكنني ان اربط اولئك الطلاب بملح الارض باولئك الذين يعرفون هذا التاريخ عن حق وكذلك الحد فكان كثير من العمد السابقون أو ثمة الكثير من العمد السابقين في غانا الذين تحدثت الطلاب إليهم ومن ثم فعلينا أن نربط بين الماضي وبين الحاضر وهذه العروة الوثقة كما قلت آنفا هي ما يخلق التراث وهو ما يربط الشباب بواقعهم اليوم بالنسبة لي فهذا بالطبع أكثر نجاعة من بناء المتاحف الجديدة نعم ينبغي أن نقيم هذه العروة الوثقة بين أولئك الذين يملكون التاريخ كما كان الحال دائما في غالب الاماكن في افريقيا وكذلك الاماكن التي نتحدث عنها في التاريخ شكرا جزيلا ولكن ايضا ما هو دور الشتات الافريقي ومنظمات المجتمع المدني في الترويج للتراث الافريقي وذلك لاطلاق الامكانات الكامنه في القاره الامر نفسه والآن سأصطحبك إلى البرازيل البرازيل تسخر بثقافة مذهلة ولكن الشتات هناك أو المهاجرين هناك بدأوا في الربط في البحث عن روابط بنيجيريا ببلدهم الأصلي والثقافة المعنوية مثل الكابيوريا والتي نعلمها جميعا بالطبع هي مرتبطه بنيجيريا وكل ما لدينا الان هو ذلك الرابط هذه العروه من الشتات ممن هم في الشتات الذين يعرفون تماما وينخرطون في الشبكات المعنيه بثقافه كابواريا في البرازيل ويتحدثون الى نظرائهم في لاغوس ولكن اذا ما عدت بك مره اخرى الى غانا فان ال... فلدينا الكثير من ال... من ال... من الامريكيين من اصول افريقيه الذين يرتبطون بغانا ايضا من خلال التاريخ وعلى وعلى الصعيد الاكاديمي فان هذا يعني ان لدينا ايضا مؤسسات ومعاهد معنيه بالشتات وبالدراسات الافريقيه في اماكن مثل جامعه لاغوس وايضا لدينا اماكن مقابله مثل مثل فلوريدا والساحل الشرقي في امريكا اذ انهم يتواصلون مع زملائهم في افريقيا ولكن علينا ان نبني على هذه التعاونات او اوجه التعاون تلك بشكل أكبر ولكن حقا آه، تمكنا من إقامة مثل هذه الروابط مثلا معهد جيبوا إي -E بي جيبوا كان واحد من أكبر المناصرين لأفريقيا آه، فهو أيضا انتقل من أمريكا إلى غانا وحاليا يعمل في جامعة غانا ومع بعض الأساتذة أيضا بتعاون مع بعض الأساتذة في أمريكا وذلك لإعادة بث الروح في المعهد بدأوا في الستينيات ولكن هذا مركز لأبحاث الأمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية ويتحدث عن الكثير من المواضيع بما في ذلك العنصرية ولكن هذا هو الرابط بين ديبوا الذي أقام هذه العروة الوثقة بين الشتات وبين المهاجرين الأفارقة في أمريكا وبين غانا ومن خلال هذه العروه الوثقه تمكنا من استخدام هذه المباني وكذلك كل الروابط التي اقيمت سواء اكانت اكاديميه او اجتماعيه. شكرا جزيلا البروفيسور والان اسمحوا لي ان اقدم المتحدثه التاليه السيده ايمري دراني وهي حاصله على رساله الماجستير في الدراسات التنمويه، كما انها المؤسس المشارك والمدير التنفيذي السابق لمؤسسه حوار الثقافات في اوغندا وهي منظمه معنيه بالنهوض بقيم الثقافه في التنميه. ايميلي ايضا تحظى باكثر من 16 عاما من الخبره في مجال العمل التنموي، 14 عاما منها تركز على الحقوق الثقافيه وتنميه تراثيه و والنهوض بها في على المستويات كافه وبصفتها نائب رئيس اللجنه التنفيذيه المعنيه بم... لمنظمه صناديق الاستئمانيه الوطنيه الدوليه وكذلك هيئه تقويم اليونسكو لاتفاقيه 2003 المعنيه بحمايه التراث الثقافي المعنوي فان ايميلي منخرطه بشكل فاعل في الترويج والنداء والدعوه الى حمايه تراثنا لاجيال الحالي. والاستقبال شكرا جزيلا سيدة إميلي دراني مرحبا بك سؤالي الأول إليك سيدة إميلي كيف يستطيع الاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية أن تحقق الاستفادة القصوى من مجتمعاتنا المحلية ومن منظومة المعارف التقليدية من أجل السلام والدمج الاجتماعي والنمو الاقتصادي؟ شكرا جزيلا على هذه الدعوة السؤال الأول كيف لأفريقيا والاتحاد الأفريقي أن ينوه بالتراث الثقافي الأفريقي إنه لمن المهم بمكان أن نعترف أولا بشيء ما حتى نستطيع أن نقدره ونستخدمه أولا على الحكومات في المقام الأول أن تستثمر في التراث الثقافي. ونظراً لأن تراثنا يتميز بالتنوع ولأنه عابر للحدود الوطنية. نظراً لتقطع الصوت من المصدر ورداءته تتوقف الترجمة. Um, it's also important to recognize the role of traditional leadership and governance in creating security, conflict resolution, as well as call peaceful existence. Um, our human capital has not been developed very much because there's very limited um, efforts to utilize africa's heritage for creative and um, cultural industries. So many times you'll find artists will imitate and borrow from outside of Africa, and yet Africa is so rich and full of color and full of diversity that can be a potential product. Secondly, African governments need to deal with the legacy of colonialism and decolonizing the mind. We've already heard about this, and in many African countries, our own government, post colonial governments, have perpetuated laws and policies. That have actually made Africans disassociate themselves from their own heritage. And that is something that is a responsibility of our leadership. Um, a number of communities will be surprised if you're suddenly interested in their heritage, because for a long time, cultural heritage was not seen as something useful, it was irrelevant. It's not part of development, it's not part of politics. And um, therefore, it has not been developed sufficiently to address contemporary development challenges. So, our governments, our communities need to start recognizing that our, our own culture has a contribution to the challenges we face today. And especially for the youth, many of the youth have not seen the usefulness of culture because they've been born in a generation, in a world where African culture is seen as irrelevant. So, where do they get the confidence to use um, cultural heritage, whether it's for art, whether it's for? Employment, cultural tourism is very low in Africa, and yet Africa is full of rich diversity and, and rich culture. In Uganda, as an example, religion has played a very important role in demonizing culture. We find that in uh, a number of communities, cultural leadership have changed religions and uh, their religious beliefs, and they have disassociated themselves from their traditions and as a result, we are losing valuable cultural knowledge, cultural heritage, and cultural values. finally, what um, the au and african countries recognize cultural rights as a, a major component of human rights. it is a human right to be able to access, enjoy, express your heritage, but they should also be cognizant of historical marginalization and oppression um, amongst minority and uh, Majority ethnic groups. It could be based on gender, social status, initiation, age. There are different forms um, through which cultural rights are expressed, and it can either be uh, for the positive or negative. Managing diversities is an important element, and uh, recognizing that culture in Africa is so diverse, it's an important skill that all governments need to be able to engage with and ideally it's the responsibility of our governments to make sure that sdgs and the agenda 2063 connects with our heritage and not another bottom-down blueprint of development. rather, what does our heritage say that feeds into the sdgs, into the agenda, and therefore makes sense? so creating that synergy and being able to um, make sense of development goals, global development goals, based on an interrogation of our world views, cultural logic and the philosophies of Africa including Ubuntu. Thank you. لقد تحدثتِ أيضاً عن شبابك وسؤالي هو بالنظر إلى قوة العمل في قارتنا أفريقيا ما هي نوعية المهارات والفرص التي يحتاج إليها الشباب الأفارقة لخلق تلك أفريقيا التي نروم، وأنا هنا بالطبع أتحدث من وجهة نظر الثقافية والتراثية مرة أخرى سأجيب عن هذا السؤال ولكن بسؤال آخر، وهذا في إلى المدى الذي نتواصل فيه مع الشباب اليوم. هل يعرف الشباب ما هو التراث؟ هل يعرفون حتى ما هي أفريقيا التي نروم وما هو الدور الذي المتوقع منهم أن يطلعوا به؟ ب... بالطبع هم يحتاجون إلى بعض المهارات، على سبيل المثال: التفكير الرشيد والتفكير المنطقي والتفكير التحليلي والنقدي، بما يجعلهم يفهمون ما هو التراث، وأن يقيموا كيفية استخدام هذا التراث. ثمة مشكلة فنية لدى السيدة إيميلي. Yeah, Mrs. Emily, could you just go back like 10 seconds before because we, we lost your duty? Yeah, thank you. Thank you. Um, the, the youth need to. على الشباب وانقطع الصوت مرة أخرى من جانب السيدة إيميلي I think it's, uh, the same technical issue. تمت مشكلة فنية اذا دعونا الان نرحب بالمتحدثه الاخيره وهي مصدر الهام على الاقل بالنسبه للدكتور ايشان لوسن اودياو وهي من نيجيريا وهي متخصصه في التنميه الاجتماعيه وكذلك في الاستدامه الاجتماعيه وفي الدمج الاجتماعي. في البنك الدولي، وقبل انضمامها إلى البنك الدولي في عام 2019، عملت مستشارة لدى عدد من المنظمات الدولية بما في ذلك اليونسكو، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، عملت في أفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية، وفي منطقة الكاريبي، وكذلك في الشرق الأوسط، وفي وشمال أفريقيا. هي درست في الاصل الهندسه المعماريه وتتمتع بتجربه وبخبره متراكمه كمهندسه معماريه وكاستاذه جامعيه وكذلك كمتخصصه في التراث الثقافي مرحبا بك كبلدان مع معاناه البلدان الافريقيه ومكافحتها لاحتواء جائحه كوفيد 19 وانقاذ الارواح واعاده بناء الاقتصادات، ما هو الدور الذي يمكن ان ان تلعبه الثقافه والتراث في جهود التعافي بالنسبه للبلدان الافريقيه؟ شكرا جزيلا دودي واشكرك شكرا جزيلا على هذه الدعوه الكريمه الى هذه المناقشه المهمه. نعلم جميعا ان هذه الجائحه بالطبع قد كانت انتكاسة حقيقية للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات القليلة الماضية سواء كانت أهداف التنمية للألفية أو أهداف التنمية المستدامة وكل الجهود العالمية التي بذلت بالطبع لا تدخر وسعا من أجل اكتثاث شأفة الفقر والمساواة وفي أثناء هذه الفترة أيضا فقد شهدنا القطاع الثقافي يعاني ليس فقط في أفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم هذا بالإضافة بالطبع بسبب الكوفيد لان كل ما له علاقه بالثقافه والتجمعات الاجتماعيه قد تاثرت تاثرا كبيرا هذا بالاضافه الى الاحتفالات الثقافيه والدينيه التي الغيت ومن ثم مع تطلعنا الى التعافي واذا ما تطلعنا الى ما وراء هذه الفتره الراهنه فلننظر فقط إلى ما حققناه بالفعل في مجال تنمية البشرية والاقتصادية في أفريقيا في مقابل الفنون الثقافية والتراث في أفريقيا سأضرب لك مثالا في نوليوود في 2016 أسهمت نوليوود ب 2.3% في إجمالي الناتج المحلي لنيجيريا وهذا فقط في نيجيريا ونوليوود بالمناسبة هي صناعة السينما النيجيرية المقابلة لهوليوود إذا تمكنا بالطبع من إجراء هذه العملية الحسابية وعلمنا أو التي تمخضت عن هذا هذه النسبة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي ونوليوود بالطبع أسهمت في خلق ملايين الوظائف في الاقتصاد النيجيري. هذه إمكانات من الممكن أن تقطع اشواطا بعيده كما اننا نشهد الان في عصر الكوفيد ان ثوره الاتصالات والاتصالات التكنولوجيه قد فتحت المجال واسعا لفرص جديده للتعبير في الحقيقه استخدام الثقافه الثقافه محرك حقيقي دافع حقيقي في توصيل رسائل فيما يتعلق بالتحكم في الفيروس مثلا بمكافحه الفيروس سواء باستخدام المسرح التقليدي او باللغات التقليديه او التعبيرات الثقافيه التي تلمس وجدان الناس انه من المهم ايضا بالنسبه لنا ان نستثمر في الثقافه في افريقيا وانا اظن ان زملائي ايضا قد اشاروا الى ذلك فإن الثقافة تحمل في أعماقها الحلول، الحلول لكل ما نواجهه من مشاكل تنموية تحيط بنا. لقد أحيط بنا، أحيط بنا في الكثير بالكثير من المشاكل والأزمات على الصعيد العالمي، ولكن هذا في الحقيقة أحال دون النظر المتعمق في الثقافه الافريقيه هذه هي اللحظه عندما تحين اللحظه التي تحدد فيها افريقيا ما هي رؤيتها للعالم سواء كان ذلك كافراد او كدول او كقاره اذا ما تمكنا من ذلك واللحظه التي سنتمكن فيها من ذلك سنعرف بالضبط الى اين تتوجه افريقيا هذا هو هذه الرؤيه للعالم هذه الرؤيه الذهنيه لقارتنا هي السبيل الذي سيمكننا من رسم السياسات التي تتمحور حول الممارسات الثقافيه حول الفنون لان الفنون بالطبع ابداعيه بطبيعتها يمكننا ان نبدع ولعل ايضا دكتوره اودوكو قد اشارت الى الهندسه المعماريه والفضاءات عندما نركز فعلينا أن نركز على جوهر أن تكون أفريقي ما هو جوهر الإبداع الأفريقي والإنتاج الأفريقي لأن هذا هو النبراس الذي سوف نسترشد به في عملية التعافي إن الحلول لن تأتي من الخارج فطالما اعتمدت أفريقيا على حلول وردت وردتها من سياقات أخرى لمشاكلها ومن ثم فانه من المهم بما كان ان ننظر في الداخل ان ان ندخل في رحله بحث عن الذات ومع الذات وذلك لايجاد حلول للمشاكل المتأصلة ولقد اشارت ايميلي انفا الى ضروره تضمين الشباب المهمشين وكذلك النظر في التفاوتات الاقتصاديه في بلداننا لان هذه تشكل مشكله كبيره كيف يمكن لمعالجه التفاوت في المساواه في مجتمعاتنا؟ وكذلك يجب ان نتعامل مع مشكله النزاعات. هذا الصباح وصلتنا الاخبار عن وفاه قائد افريقي اخر، كيف يمكن ان نستفيد من المعارف التقليديه والثقافيه لصنع السلام والحفاظ على هذا السلام؟ و مواجهة النزاعات ومواجهة الهشاشة التي تعاني منها بلدان كثيرة في قارتنا بالرغم من عقود من الاستثمار والتنمية كيف يمكن أن نتعامل مع حقيقة أننا ما زالت هناك مجموعات مهمشة وضعيفة جدا في بلداننا كيف نستخدم الثقافة كرافعة لصالح هذه المجموعات المهمشة هناك أوجه من الثقافة من أوجه الثقافة تعتبر أوجها إيجابية جدا يمكن أن نستخدمها للتنمية الاجتماعية وهناك كذلك أمور أخرى سلبية ولكن دائما ما نسمع عن الأمور السلبية ولا نسمع بما فيه الكفاية عن الأمور الإيجابية يجب أن نغير ذلك هناك الكثير مما يمكن أن نقوم به القيادة يمكن أن تقوم بأمور على المستوى المحلي نتواصل مع الممارسات التقليدية والثقافية في المجتمعات ونستفيد منها لماذا لم لا تعمل الامور بالشكل المناسب حتى بعد مرور كل هذه السنوات منذ الاستقلال؟ يجب ان نستفيد ونتعلم من الثقافه الاجتماعيه والنماذج الثقافيه الاجتماعيه في بلداننا. الشمول والاستدامه لا هي مجرد احلام وستظل احلام لن نتمكن ابدا من تحقيقها الا اذا نظرنا الى داخلنا والى مواردنا. الداخليه والحقيقيه حتى نواجه تحديات اليوم شكرا شكرا جزيلا دكتوره احسان واسمحي لنا وذكرتينا بوفاه الرئيس ادريس ديبي اتنه خالص تعزينا وكذلك تحدثت عن الخلافات الثقافيه بين الدول والمجتمعات ولكن كيف يمكن استعاده الملكيه الثقافيه للدول الافريقيه وكيف يمكن ان يمثل ذلك راس مال بشري او اضافه للراس المال البشري في افريقيا اعتقد ان الثقافه مهمه جدا بالنسبه للتنميه المستدامه ليس هناك حضاره تطورت ونمت دون التركيز على ثقافتها واستخدام هذه الثقافه كمنصه تنطلق منها وتحلق منها عاليا تقارير سارة سفارا لعام 2018 حول استعادة الملكية الثقافية في إفريقيا أو الممتلكات الثقافية في إفريقيا يقول هذا التقرير أن استعادة هذه المصنفات الثقافية يمكن أن يساهم في بناء النسيج الاجتماعي لأن هذه العناصر بعد عودتها إلى المجتمعات التي نشأت منها تمثل كذلك رابطا اضافيا بين اعضاء هذا المجتمع اعطيكم مثال البرونز في بنين او التماثيل البرونزيه من بنين 500 قطعه تحكي حكايه مملكه مملكه في مدينه مدينه او دوله مدينه عمرها اكثر من 500 عام وكانت هذه المدينه مهمه جدا على طريق التجاره العالميه قبل مرحلة الاتجار بالرقيق عبر المحيط الاطلنطي بكثير وكانت مدينة في منتهى الأهمية، استعادة هذه الملكية الثقافية انما تعتبر استعادة للكرامة الجماعية لهذه للسكان وكذلك هناك شيء في منظومة التعليم من الفترة الاستعمارية أدت إلى أن الأفارقة لم يعودوا فخورين بأنفسهم وبقارتهم، يجب أن نعمل على تغيير ذلك واعتقد ان استعاده المصنفات الثقافيه او المصنوعات الثقافيه المسروقه من افريقيا يمكن ان يساعدنا في ذلك. ستعيد كذلك ولايه الافارقه على تاريخهم هم وستساعدنا على عبور الماضي والتصالح مع الماضي سواء الماضي ما الما قبل الاستعماري أو الفترة الاستعمارية التي أسميها بالفجوة لأنها كانت فجوة في تاريخ إفريقيا وتاريخ الشعوب الإفريقية استعادة هذه الثقافة ستساعد كذلك على فهم التنمية وكيف يمكن أن ننمو ونتفهم العملية التنموية وكيف نعلم الأطفال وكيف نتفهم المجتمعات التي نعيش فيها شكرا جزيلا شكرا الدكتوره ايشان، السيدة اميلي كانت هناك بعض المشاكل الفنية التي حالت دون الاستماع اليك، هل تودين ربما أن تردي على السؤال المتعلق بالفرص والمهارات اللازمة للشباب الأفارقة؟ نعم نعم، المسئلة السؤال هو هل يعلم الشباب ما هي إفريقيا التي ندعو إليها والتي نريدها؟ يجب ان يكون هناك فضاء كاف للشباب وللمشاركه في هذا ولفهم هذا، جزء من الامور التي نحتاجها هي المنطق والتفكير العقلاني لكي يكون هناك تقييم وتقدير حقيقي لقيمه هذا التراث من الشباب والتاريخ الافريقي. وكذلك إدارة التنوع هي أمر في منتهى الأهمية لأن القارة الأفريقية متنوعة للغاية، يجب أن نتعلم من ذلك وكيف نعلم وأن نتعلم كيف ندير هذا التنوع، وكذلك الشباب يجب أن يعلموا أن هناك تراثا غنيا وثراء حقيقيا في أفريقيا، لا يحتاجون لأي شيء من خارج القارة. ان ارادوا ان يصبحوا مبتكرين وخلاقين هناك فرص كثيره يمكن ان يستقوها من التراث الافريقي لان لدينا ممارسات تقليديه ومناسبات ومهرجانات تنتقل في ثقافتنا من جيل الى جيل هناك كذلك نظم للإدارة ونظم للحكم سواء في القبيلة أو في القرية أو في المدينة كل هذه الأمور يمكن أن يستفيد منها الشباب ولكن يجب أن يبدأوا أولا بتقدير قيمة هذا التاريخ والاعتراف بقيمة وتعلم منه الشباب كذلك يمكن أن يتعلموا المهارات تحدثنا عن المعمار وعن الخزف وعن صناعات كثيره نحن فخورون بها في افريقيا، كانت موجوده ولكنها لم تعد موجوده، اذا كيف نعيد اكتساب هذه المرات وكيف نحييها؟ وهذا يتم عبر الاحترام مصادر المصادر التقليديه للثقافه. اعتقد اننا يجب كذلك ان نشدد على دراسه التراث والتاريخ ما ندرسه هو التاريخ كما كتبه الاخرون من وجهه نظرهم نحتاج لروايتنا نحن ان تدرس ان يدرس التاريخ والتراث الافريقي كما كان على حقيقته وفي بعض الدول هناك بعض المناهج الدراسيه التي تتحدث عن التراث الافريقي ولكنها ليست منتشره، اعتقد ان هذا يجب ان يعمم على باقي المؤسسات الدراسيه في افريقيا. شكرا جزيلا على هذه المساهمه الكبيره، المساهمات الكبيره في هذه الجوله الاولى من الاسئله اظهرتم بجلاء ان الثقافه الافريقيه والتراث الافريقي هي امور في منتهى الاهميه، كلكم القيتم الضوء على الدور الهام للثقافه والتراث كمحفز لخلق وتطوير راس المال البشري من اجل المساهمه المساهمه في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والتكامل في القاره الافريقيه، اشرتم كذلك الى انه بالرغم من التنوع الكائن في القاره فان راس المال البشري لم يستغل حتى الان بشكل كاف. ولم ينظر إليه بعين الاعتبار في استراتيجيات التنمية ووفرتم كذلك حلولا من أجل إطلاق قدرات الرأس المال البشري في إفريقيا باستخدام التراث والثقافة على سبيل المثال عبر تجديد منظومة الدراسية ومنظومة الدراسة والتعليم بتعزيز الروابط بين الثقافه والتراث والتنميه المستدامه وتعزيز دور الفاعلين الجدد في المهجر على سبيل المثال والمجتمع المدني ومنظماته وما الى ذلك مره اخرى اشكركم شكرا جزيلا على هذه المساهمات الممتازه والان اود ان اطرح سؤالين عليكم جميعا نحن نعلم ان افريقيا هي مهد البشريه ولدينا راس مال بشري كبير جدا وهناك الاتحاد الافريقي الذي به مؤسسات انشئت بالفعل وتعمل على تنفيذ اهداف التنميه المستدامه اذا ما هو دور سكوك الاتحاد الاوروبي واتفاقيات اليونسكو الثقافيه في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. شكرا جزيلا لهذا السؤال. اعتقد ان اهداف التنميه المستدامه والوسيله التي يعمل معها الاتحاد الافريقي او يعمل بها الاتحاد الافريقي لتنفيذها هي في منتهى الاهميه. احد الزملاء قال ان افريقيا هي قاره وهي مجموعه او تجميع لبعض لمجموعات كثيره محليه. عندما ننظر لأهداف التنمية المستدامة يجب أن ننظر إليها بأكثر من منظور والمنظور الأساسي هو المنظور الإفريقي يجب أن يك... أن تكون لنا وجهة نظر في تنفيذ الأمور ما هي هويتنا وك... وما هو التغيير الذي نريده في الغرب لديهم أهداف ملموسة وفي الت... في الجنوب معظم الأمور غير ملموسة وهذه هي المشكلة ما ذكر عن ثروات بنين البرونزيه والحضارات القديمه في جنوب افريقيا وفي غرب افريقيا كلنا نعلم هذه الحكايات ومملكه بنين التي ذكرت سابقا يجب ان يكون هناك منهج وفهم افريقي لافريقيا ويجب ان نتمكن من استخدام ذلك لتسخير كل هذه العوامل لصالح اهداف التنميه المستدامه. التراث لا غنى عنه قطعا في هذا النقاش. قيل لنا اننا سنبدا القرن المقبل سيكون القرن الصيني، هذا امر لا غبار عليه، ليست هناك اي مشكله، ولكن ماذا عن افريقيا؟ افريقيا تنزانيا وكينيا كانت بينها وبين اسيا روابط حتى قبل وصول الاستعمار، هذه الروابط وهذا التاريخ يجب ان ننظر فيه. اذا التاريخ يمكن ان يكون محليا على مستوى قريتي على سبيل المثال هذا مهم ولكن كذلك اود ان اعلم ماذا يحدث في اماكن اخرى في افريقيا. التاريخ يجب ان يكون افريقيا لا مقصورا على كل منطقه في افريقيا في حد ذاتها وكيف نشرك الشباب في ذلك تحدثنا عن التخلص من الاستعمار والقضاء على الاستعمار، والان يجب ان ننمي نظرة الانتماء لافريقيا او الامة الافريقية، وهناك وسائل كثيرة يمكن ان تساعدنا في اجراء ذلك، ولكن كل الامور تبدا بتغيير طريقة الحديث وتغيير السردية والخطاب. شكرا للمتحدثة، واعطي الكلمة للسيدة ايشان للرد على نفس السؤال، شكرا جزيلا الاتحاد الافريقي وسكوكه واتفاقيات اليونسكو الثقافيه تكمل بعضها البعض ولكن اعتقد ان الامر البارز هنا هو اتفاقيه التراث العالمي لعام 1972 والتي في حد ذاتها تعتبر ترسيخا او تجسيدا لتوصيه عام 72 لمؤتمر التنميه المستدامه والذي عقد في ستوكهولم وتجسد كذلك مقاربات للتنميه المستدامه بمعنى ان نظام التراث العالمي ومواقع التراث العالميه والحفاظ واداره الحفاظ على هذه المواقع وادارتها هي التي تساهم بشكل كبير في علاج المشاكل الهيكليه التي تعاني منها المجتمعات مثل انعدام المساواه والتمييز والاقصاء. اما عن الاتحاد الافريقي وميثاق الاتحاد الافريقي نرى انها اقتبست من اتفاقيات اليونسكو وكذلك انشات اساسا للوحده الافريقيه وللتنميه في افريقيا. هناك طرق التجاره في غرب افريقيا والتي ادت الى اختلاط الشعوب الافريقيه. واحيانا نركز فقط على الوقت الحاضر ولكن ماذا كان الامر بالامس وكيف نربط بين اليوم والامس. هناك شراكه بين الاتحاد الافريقي وبين شركاء التنمية المختلفين مثل البنك الدولي ومعا هؤلاء الشركاء يمكن أن يضعوا استراتيجيات لمعالجة مشكلة الفقر المدقع وتعزيز الرفاه والرفاهية عبر الاستثمار في الناس في البشر نحن نحتاج الاستثمار في الأفارقة في الشعوب الإفريقية وخاصة الشباب كيف؟ نقوم بذلك وكيف نحشد هذه الاستثمارات من خارج القارة أو من الأماكن المختلفة يجب أن تخصص الموارد بشكل كبير للإنتاج الثقافي وهذا أمر قالته الأستاذة أودوكو في بداياتها المدارس والتعلم من الكبار هناك جيل كامل من الناس سيضيع إن لم يتم التعامل معه أن يكون هناك تبادل بين الأجيال وأن يتعلم الجيل القديم من الأجيال الجيل الجديد من الأجيال القديمة هذا أمر ينبغي أن نعمل عليه نقل المعارف والثقافة من جيل إلى جيل شكرا للسيدة إيشا السيدة أميلي هل لك أن تردي على نفسي هذا السؤال مساهمة سكوك الاتحاد الإفريقي وأدواته واتفاقيات اليونسكو في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة شكرا جزيلا اعتقد انني ارغب في الحديث اكثر عن اتفاقية عام 2003 الخاصه بالتراث الثقافي غير الملموس وحمايته، هذا لان معظم التراث في افريقيا هو تراث شفهي ولهذا يصعب الحفاظ عليه لانه ليس موثقا وليس مخزونا ولا محفوظا والاليات التقليديه انقطعت وإن استمر هذا الانقطاع ستموت هذه المعارف التقليدية. في هذه الاتفاقية التي ذكرت هناك شكل من أشكال الحفاظ على التراث، ما نحتاجه هو تحديد عوامل الثقافة والفلسفة التي يمكن أن نحافظ عليها باستخدام هذه الاتفاقية، وأن نتواصل مع المجتمعات المحلية حتى يفهموا أن الاتفاقية تمثل جزءا من التاريخ الذي نحاول الحفاظ عليه وأنا يمكن أن تكون في مصلحتين شكرا جزيلا الأستاذة أما بالنسبة للاتحاد الإفريقي أعتذر أعتقد أن هناك مشكلة في الاتصال ربما الأستاذ شادوك يمكن أن يرد بناء على ما قال الزملاء وعلى ما استمعنا اليه. اود ان اطرح سؤالا بدوري. ما هو الشيء الافريقي في اهداف التنميه المستدامه؟ ما هي افريقيا؟ ما هو مكان افريقيا في هذه الاتفاقات؟ هل افريقيا موجوده في هذا؟ و إن استمرت الأمور على هذا النحو نحن لا نشارك في القرارات التي تؤثر علينا كيف سينتهي بنا الأمر؟ تحدثنا عن التخلص من الاستعمار والقضاء على الاستعمار في الممارسة وفي العقل وأهمية الإيمان في المنظومة الإفريقية ولكن كيف نترجم ذلك في الممارسة الفعلية في الواقع؟ كيف نترجم ذلك إلى شكل منظومة نحتاج لتغيير الطريقة التي نعمل بها والتدريب بها القيمة الإفريقية يجب أن تكون جزءا من التعليم والتدريب حتى في كل المدارس وحتى الجامعة يجب كذلك أن نؤمن بإفريقيا أن الأفارقة يمكن بالفعل أن يكونوا خبراء لماذا نأتي بالخبراء من أوروبا أو أمريكا للتنمية ليعلمونا عن التنمية هذه إحدى الأمور التي يجب أن نتعامل معها نحتاج لمزيد من الوعي ونحتاج لتعزيز القدرات ويجب أن نفخر أنا من زيمبابوي حصلت على درجاتي العلمية من ليجوس لا ينبغي أن يكون الكل خريج خريج من مدرسة هارفرد أو كلية هارفرد الجامعات الإفريقية كذلك لها وزنها ويجب أن نتأكد من أن القيم الإفريقية تشارك في صياغه العمليات العالميه. ما هو الفهم الافريقي او وجهه النظر الافريقيه في مساله التنميه المستدامه والاستدامه. ان فعلنا ذلك فاعتقد ان جدول اعمال 2063 افريقيا التي نريد يمكننا عندئذ تحقيقها ولكن لا يمكن ابدا ان نحققها ان كنا ما زلنا لا نؤمن الا بالنظام الاوروبي او النظام الامريكي. شكرا جزيلا. ربما اعطيكم فرصة في دقيقة واحدة لبعض الملاحظات الختامية، ما هو ما هي العقبة الكؤود عقبة عقبة واحدة تعتبر الأهم؟ التي ينبغي ان نعالجها في مسألة الثقافة والتراث. هذا سؤال صعب. اعتقد بطريقة ما اشير اليه في الحديث عبورا في هذا النقاش اعتقد ان النظام التعليمي المنظومه التعليميه لم تشكل بشكل ياخذ في الاعتبار السياق الثقافي الذي تجري فيه هذه العمليه نفسها وكل ما نتج بعد ذلك هو نتيجة لذلك أنا كنت أنا تعلمت كمهندسة معمارية في في نيجيريا و لكن ما نلته من تعليم نلته من تعليم والتدريب كان منصبا على التجربه الاوروبيه وعلى المعارف الاوروبيه ومن اماكن اخرى. ومن يتعلم بهذه الطريقة ينقل نفس الطريقة للتعليم لمن وراءه، ولهذا نحتاج لتغيير ذلك بشكل جذري، نحتاج لتغيير جذري في طريقة التفكير. الاكاديميون والجامعيون الافارقه يجب ان يبداوا في توثيق التراث والتاريخ الافريقي من اجل خلق المواد التي سيستعملونها في نقل هذا الى الاجيال المقبله، فقط عبر منظومه التعليم والتغيير الجذري فيها يمكن ان يكون هناك تغيير حقيقي كما نتمنى. شكرا جزيلا للدكتوره ايشان. منظومه التعليم ويجب تغييرها. المتحدث التالي الاستاذ شيري كوري ما هي العقبه الكؤود لا نسمعك سيدي الجمله الشهيره الميكروفون مغلق المشكله الاساسيه بالنسبه لي او المساله الاساسيه هي العلاقات الاستعماريه التي ما زالت مستمرة حتى الآن في هذا العالم واستمرار انعدام المساواة ونحن في نيجيريا زملائي كم من النيجيريين يزورون غانا على سبيل المثال المثال او انتقلوا من زيمبابوي لجمهوريه الكونغو الديمقراطيه كسائح اذا السياحه تعتبر فكره اساسيه نرى ذلك في اوروبا وفي الولايات المتحده وفي الصين الان. كيف ننمي ونطور هذه الاسواق حتى نحقق ذلك؟ هذا يبدا باحترام ثقافتنا وتراثنا وتبادل السلع فيما بيننا، السلع الافريقيه. ان حققنا ذلك ونحن قاره بها اكثر من مليار شخص اعتقد ان هذا يكفينا هذا اذا القضاء على الاستعمار بشكل كامل وبناء الاسواق باستخدام تاريخنا وتراثنا الاستاذه اولى نعم هناك الكثير من النيجيريين يذهبون الى غانا لقضاء العطلات و كما قال زميلي أنا درجاتي العلمية الأولى كانت من جامعة نيجيريا، إذن أنا أفريقية عن حق، أنا انتقلت من مكان إلى مكان، ذهبت إلى كل الدول زيمبابوي وتنزانيا وغيرها. ولكن اليقين هو المهم. نوليوود بعد بوليوود، أعتقد أنها أكبر صناعة سينما خارج أو في القارات التقليدية، وفي البرازيل نراها وفي كوبا، أعتقد أننا يجب أن نؤمن باهميه تاريخنا ولكن ما زال حتى الان هذا الايمان غير مستقر. لماذا اذا نتوقع من الشباب ان يؤمنوا به؟ اوافق تماما ان هناك تراث وتاريخ ثقافي واود استعاده القطع الفنيه التي خرجت من افريقيا. ولكن اعتقد ان المستقبل يبدا بالايمان والاقرار باهميه تاريخنا يجب ان نعتقد اعتقادا جازما في ثقافتنا وكيفيه فهمها وكيفيه تطويرها هناك امور عظيمه في افريقيا وهي إفريقية أصيلة ولكننا لا نلقي إليها بالا ولا نهتم بها من المهم أن نقيم تقييما كميا لتراثنا وتاريخنا ولكن لا يجب أن نتوقع من الآخرين الآخرين أن يخبروننا كيف نقوم بذلك هذا أمر يجب أن نقوم به بنفسنا أميلي إذا نستمع في دقيقة واحدة لما لديك إذا تحدثنا عن تغيير او اعاده تشكيل الاذهان لانه ان لم يكن هناك تقدير واحترام للثقافه والتراث لن تكون هناك سياسات ولن تدخل في خطط التنميه الوطنيه ولن تكون لها ميزانيه وعلى هذا لن نجد الموارد الكافيه لتطوير والنهوض بالتاريخ والثقافه اذا ان فشلنا في الاستثمار في التراث ستكون هذه مشكله وهي اكبر مشكله يجب ان نتعامل معها. التراث لا يجب ان يقيم فقط بالمال او بالقيمه الماليه ولكنها قيمه اكبر بكثير من ذلك. شكرا جزيلا مره اخرى مع الاسف انتهى الوقت واعلم ان ما زال الحديث طويلا وثريا ولكن سنستكمل هذا النقاش في السادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين في مايو اسمحوا لي الان ان اختتم باقتباس من نيلسون مانديلا يمكننا ان نغير العالم وهنا انا اضيف افريقيا وان نجعل منها مكانا افضل باستخدام قوه التراث والثقافه والان نحن نمتلك ما يكفي للتغيير الحقيقي شكرا جزيلا ونراكم على خير